عاجل في خبر صار لكل المصريين تعرف على ترتيب الجيش المصري لعام 2022، ننشر بالتفاصيل والبقاء لله رحيل شخص كبير في مصر، ننشر التفاصيل العاجلة في الفيديو. وبيان عاجل وصارم من وزير الخارجية المصري بشأن سد النهضة، وتفاصيل قيام مصر بافتتاح أكبر مصنع في العالم حرفيا، ننشر التفاصيل. وتحرك عاجل من الداخلية المصرية، ومفاجأة كبرى تعرف على أسعار الذهب بعد الانخفاض. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. أول خبر مهم وصار جدا معانا وعاجل في خبر صار لكل المصريين، تعرف على ترتيب الجيش المصري لعام 22. أصدر تقرير جلوبال فاير باور ترتيبه السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم، كما أفرد مساحة لترتيب الجيوش الأكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط. بحسب التقرير، فقد حل الجيش المصري في المرتبة الأولى، والجيش التركي في المرتبة الثانية، والجيش الإيراني ثالثا، إما جيش الكيان الصهيوني فقد حل رابعا. في المرتبة الخامسة جاء الجيش السعودي، والجيش العراقي كان في المرتبة السادسة، والجيش الإماراتي في المرتبة السابعة، والجيش السوري كان في المرتبة الثامنة، وكان الجيش الكويتي في المرتبة التاسعة، إما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب الجيش الأردني. ويقول جلوبال فاير باور إنه يستخدم 50 عاملا لمنح الجيوش الترتيب، كما أنه يضع إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة، مثل عدد قوات ومدى حيازتها للدبابات والقطع البحرية والطائرات وغيرها من الكثير. وذكر أن تقريره لعام 2022 عن الشرق الأوسط شمل 15 دولة، حيث يعتمد في تصنيفه لترتيب القوات في الدول ل 140 على عدد القوات المشتركة العاملة النشطة والمتاحة، كما يضيف في الترتيب النهائي قوة السلاح والقوة المالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافية. ويقدم الموقع عرضا تحليليا للبيانات المتعلقة ب 140 قوة عسكرية، وجاءت أمريكا في المرتبة الأولى، تليها روسيا والصين والهند واليابان ومملكة بوتان في المرتبة الأخيرة. إما بالنسبة لمواقع الجيوش الخمسة الأولى في الشرق الأوسط على المستوى العالمي فكانت على النحو التالي: حلت مصر في المرتبة 12، تليها تركيا في المرتبة 13 عالميا، إيران جاءت في المرتبة 14، إما كان الصهيوني فقد جاء في المرتبة 18، والسعودية في المرتبة 20. المصدر معنا كان من صحيفة عربية سكاي نيوز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الصار جدا. يعني السنة اللي فاتت كنا المرتبة 13، كانت تركيا تتقدم علينا بمرتبة، والآن نحن يعني بفضل الله في عام 2022 نتقدم على يعني جميع دول الشرق الأوسط وفوقهم تركيا، ونبقى على عرش يعني الدول المتقدمة عسكريا في الترتيب العالمي. نتمنى التوفيق لمصر ولجيشها ولرئيسها ولشعبها بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر والبقاء لله، رحيل شخص كبير في مصر وتوفى صباح اليوم الأربعاء الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرا بأزمة قلبية. أعلن الكاتب الصحفي في صحيفة أخبار اليوم جمال حسين وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الإدارة. وعلى حسابه في فيسبوك قال جمال حسين: إن لله وإنا إليه راجعون، ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة. هذا ويعتبر كاتب الصحفي ياسر رزق
يعد من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي. يذكر أنه صدر للكاتب ياسر رزق مؤخرا كتاب سنوات الخماسين، حيث أقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة هذا الكتاب، أدارها الدكتور سامي عبد العزيز، وشارك في المناقشة والحضور من السياسيين والمفكرين كل من الوزير الأسبق منير فخري عبد النور، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، وكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق. المصدر معنا كان من صحيفة أخبار اليوم، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبر قلوب أهله بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وبيان عاجل وصارم من وزير الخارجية المصرية بشأن سد النهضة. وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أن مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي. الدكتور سامح شكري قال في حديث تلفزيوني أن مصر منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، والقاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد. من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة التي استغرقت يومين بالمهمة جدا، أشار إلى أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة وتوحيد الرؤى وتعزيز المصالح المشتركة. لفت إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، أكد أنه سيتم بحث مشاركة سوريا. المصدر معنا كامل اليوم السابع، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام، وهذا كان يعني بيانا هاما من وزير الخارجية المصري. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل قيام مصر بافتتاح أكبر مصنع في العالم حرفيا. وأعلن وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق أن مصر على وشك الانتهاء من بناء أكبر مصنع للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز في العالم كله. وأشار توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث إلى أنه تم إنشاء منظومة إدارية جديدة ودمج 23 شركة غزل ونسيج وتسع شركات للتجارة في شركة واحدة، ويجرى حاليا تدريب المشرفين القائمين على تدريب العمال. وتابع وقال في الخمسينيات كنا نقوم باستخدام أحدث الماكينات الأوروبية، وبعد توقف 40 سنة عن تحديثها بدأنا منذ الثمانينيات في استبعاد التكنولوجيا القديمة وتحديثها بتكنولوجيا متطورة هي الأحدث في العالم. الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قال أنه تم تخصيص شركة ستقوم ببيع وتسويق منتجات هذه الشركات حتى تتفرغ شركات الغزل والنسيج للإنتاج، وحاليا يتم اختيار أماكن لفروع تلك الشركة في جميع محافظات الجمهورية. الدكتور توفيق أشار أن اسم البراند المصري الجديد للشركة المسؤولة عن التسويق للمنتجات المصرية من الغزل والنسيج، أشار إلى أن البراند الجديد هيكون باسم نت، وهو إله مصري قديم مرتبط بالنسيج، وتم تسجيل البراند في 14 دولة في العالم. مصدر معنا كاميرا قاهرة 24، نتمنى إن شاء الله أن يعود هذا المصنع على مصر بكل الخير وتقدم إن شاء الله في الاقتصاد المصري بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتحرك عاجل من الداخلية المصرية وننشر التفاصيل. تمكنت الجهات المختصة في مصر من ضبط مركز للتجميل والعلاج الطبيعي بمحافظة بني سويف، يديره شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، ما يعد انتحالا لصفة طبيب، حيث وردت معلومات إلى رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط طبي بدون ترخيص واستخدام عقاقير وأعشاب مجهولة المصدر بمدينة بني سويف، وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة العلاج الحر ووكيل وزارة الصحة، تم الانتقال إلى مقر البلاغ في شقة ببرج سكني بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، وتبين وجود غرفة بها سرير ترولي للكشف على المرضى وعمل جلسات تجميل وتغذية علاجية. بمناقشة مدير المركز تبين أنه خريج كلية العلوم وليس طبيبا،
وبتفتيش المكان عثر على أجهزة وكمية كبيرة من المستحضرات الطبية والتجميلية مجهولة المصدر، يقوم المذكور بتصنيعها وتركيبها، وإبر مستخدمة ومعدل الاستخدام مرة أخرى. وتم التحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المركز، فضلا عن تحديد محضر رقم 1785 جناح قسم بني سويف لسنة 22، وتحرير محضر لصاحب المنشأة لمخالفته قانون حماية المستهلك لعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة، وعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالمركز، والتلاعب في ادعاء مزاولته مهنة طبيب. المصدر معنا كان من بوابة أخبار اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذه يعني كانت من الإنجازات المهمة من الداخلية المصرية لضبط الخارجين عن القانون. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى، تعرف على أسعار الذهب بعد الانخفاض. عاوزين نعرف أسعار الذهب يعني انخفضت قد إيه في مصر. أسعار الذهب في مصر يعني شهدت تراجعا محدودا للغاية بقيمة جنيه واحد فقط أمس الثلاثاء، وسجل الذهب في مصر 803 جنيه للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر والعيار الرئيسي في الأسواق. أسعار الذهب عيار 24 سجل 917 جنيه 75 قرش، عيار 21 سجل 803 جنيه، عيار 18 سجل 688 جنيه وربع. الجنيه الذهب سجل 6424 جنيه. تسعى مصلحة الدمغة والموازين لضبط عملية دمغ المشغولات الذهبية، وذلك بتطبيق الدمغ بالليزر بدءا من عام 23، بحسب تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصلحي. وتهدف من هذه الخطوة إيجاد ما يشبه السجل لكل قطعة ذهب يجرى دمغها خلال عام من الآن. تطبيق نظام جديد ومطور لدمغة الذهب يعتمد على التكويد بالليزر QR كود لكل قطعة بدلا من دمغة القلم المعمول بها حاليا. ويعتبر نظام QR كود لكل قطعة عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية وبصمة خاصة بها لا يمكن تكرارها. مصدر معانا كامل اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نشوف مع بعض الحكومة المصرية بتوجه رسالة عاجلة للمواطنين. الحكومة المصرية للمواطنين لا تخرجوا من المنازل. وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية عددا من النصائح للمواطنين للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية الناتجة عن برودة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها مصر. المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أكد أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل أو أجزاء منه على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم. البسوا تقيل وانتوا نازلين الشارع، او حتى وانتوا داخل المنزل البسوا تقيل ودفوا نفسكم، وان شاء الله ربنا يعدي يعني هذه الايام على خير باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.